في اطار جهود الدولة لاجلاء المواطنين المصريين بالسودان تم اجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الاجلاء البري بتنسيق مع السلطات السودانيه، هذا وقامت وزارة الخارجية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشان موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الاجلاء المرتقبة. إجلاء الرعايا المصريين من السودان رغم التحديات والصعاب هناك يبرهن على تواجد الدولة المصرية بقوة خارج حدودها للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم، وأن مصر لا تترك أبنائها أبداً. ففي إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية. وفي إطار اثار حرص وزاره الخارجيه بالتنسيق مع اجهزه الدوله المعنيه على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدوله السودان واسرهم لطمانتهم على ذويهم تمهيدا لاجلائهم بالطريقه التي تحفظ سلامتهم وعودتهم امنين الى ارض الوطن قامت الوزاره بتخصيص خطوط ساخنه لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشان موقف الجاليه المصريه في السودان وعمليات الاجلاء المرتقبه وفي ضوء الاحداث الجاريه بالاراضي السودانيه شهد معبر ارقين الحدودي بين مصر والسودان تسهيلات عديده لعوده المصريين من السودان وكشفت مجموعه من الشباب المتطوعين في الهلال الاحمر المصري عن تاهيل المصريين العائدين من السودان نفسيا والكشف عليهم وتوفير الدعم الاولي لهم وتسهيل تواصلهم مع اهليهم للاطمئنان عليهم ولتقديم الخدمات الانسانيه والاغاثيه العاجله للعائدين من السودان قال لطفي غيث مدير مركز العمليات بالهلال الاحمر ان هناك مرحله استعداد منذ بدايه الازمه في المحافظات الحدوديه حيث تم توجيه مجموعه من الفرق والورديات لتقديم تلك الخدمات كما تم رفع حاله الاستعداد وخاصه في المخازن الاستراتيجيه الاقرب للقطاع الصحي لمد الاحتياجات الطبيه اللازمه مشيراً إلى أن الهلال الأحمر المصري على أتم استعداد لمد أي مساعدات للجانب السوداني والهلال الأحمر السوداني وفي اطار جهود القوات المسلحه المصريه والتعاون الوثيق بين كافه الاجهزه الامنيه في مصر والسودان لتامين عوده القوات المصريه، تم اتخاذ كافه اجراءات التنسيق اللازمه مع السلطات السودانيه لهبوط عدد ثلاث طائرات نقل عسكريه من القوات المسلحه المصريه في احدى القواعد الجويه بالاراضي السودانيه للقيام بمهمه اخلاء القوات المصريه في ظل اجراءات تامين شامل للقوات والاقلاع من الاراضي السودانية. عبر ثلاث رحلات متتاليه لمعظم عناصر القوه المصريه والعوده بهم الى احدى القواعد العسكريه المصريه بالقاهره وبالتنسيق مع الجهات السودانيه المعنيه والدول الصديقه والشقيقه واللجنه الدوليه للصليب الاحمر بالسودان، تم ايضا تامين وصول باقي عناصر القوات المسلحه المصريه لمقر سفاره مصر لاتمام اجراءات اخلائهم من الاراضي السودانيه وعودتهم لارض الوطن. مؤسسات الدوله المصريه في ظل القياده السياسيه الحاليه تعمل جميعها من اجل مصلحه الوطن والمواطن، وان مصالح الشعب ليس في مصر فقط ولكن خارج مصر ايضا بتحركات واعيه ومحسوبه